حسن، فلتكن إذا محاضرة. وضعنا ذبابة في علبة صعود فإنها ستنفق في الغالب. أتعلمون لماذا؟ هل عجزتم عن الإجابة؟ أنا سأخبركم. هذا بسبب اضطراب الأعصاب. هذا بسبب نعم يعود السبب إلى أن السبب هو هذا بسبب أنا رجل عصبي في العربة. في 13 ديسمبر في نفس اليوم الذي ولدت فيه زوجتي على نحو ما الابنة الرابعة فرفار. فهل أخبرتموني ماذا نفعل بها؟ في البداية أمرتني زوجتي أن أقوم بإنزالها إلى القبر، لكنها بعد أن فكرت قليلا قالت: كل أنت هذه الشطارة أيها الفزاعة، فأي شيطان أنا وهي دائما معتلة المزاج؟ لم أعقلها بل استردتها في المطبخ لأنني دائما جائع. مثل هذه الصدقة تماما بظهرها المهترئ.